بيرسل كرة ما فيها راية ما فيها راية، هرب المعز مر جول. إدغار برونو دا سيلفا بيسجل ثاني أهدافه في الدوري وأول أهداف المساء. هدف جميل، هدف جميل، اللعبة حلوة. شوف الحطة من عاصم عمر، الله يا عاصم الله يا عاصم، على طول باتجاه المعز، والمعز على طول لإدغار برونو دا سيلفا اللي هياها مباشرة لنبيل أنور. نبيل أمام كلود أميل في المرمى، نبيل نبيل أنور وأيامه القديمة في دوري نجوم قطر يسجل أول أهدافه في هذا الموسم، وجاء هذا الهدف نبيل المخضرم الكبير في شباك كلود أميل وفي شباك الشحنية ليكون في هذا الموسم أول هدف للشحنية في شباك. ذكرى وجوده في الدوري، عبد الرحمن محمد مصطفى يتقدم ويضع الكرة في المرمى. عبد الرحمن محمد مصطفى والنجمة الخامسة تتلألأ في سماء الحيل لخويا في ليلة التتويج والكرنفال. توج هذا اللاعب أداءه المذهل والإمام فهد خلفان، فهد أم كلود، الكرة في المرمى، فهد خلفان بيسجل هدف التعادل 2-2 2-2. وجمال بالماضي غير راضي في مساء الكرنفال، التتويج والفرح كان يمني نفسه أن يكون مقرونا بالنتيجة، ولكن فهد خلفان ينجح بتسجيل هدف التعادل. مباراة ركلات الجزاء الأربعة، ثنتين للأخوية سجل واحدة وأضاع واحدة، وثنتين للشحنية سجلها كلها أولا عن طريق